طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونا بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانتي من اهله يا عصمت. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست. انا ست. ها انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. سكر. كنت عايزه اشكرك على اللي عملتيه معايا. انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي، معقوله احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقوله حد يرمي النعمه ده؟ حتى يبقى حرام. ايه ده الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجه انا ممكن اعملها لك. اي حاجه؟ اي حاجه؟ ده انا ممكن افكر في مليون حاجه. نهايه دي بدايه. سكره تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيره لحد خالص، ولا حتى العصمت. لعلمك عصمت دي قرشانه. انا هستنى معاك هنا لغايه ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي. انا احب الدفى زي عينيا. عارفه يا نونا، وانا صغيره كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني وبعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانيه، هبص في عينيها وهي تبص في عينيا ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي. مالك؟ ايه يا حرام دي، انتي بتترعشي. هي مش رعشه على قد ما هي اعصاب يعني. ايه ده، انتي مولعه ورجليكي ساقعه موت. انا هدفي عليك. كفايه. استني بس. كفايه اعملي معروف. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. بتقول لي؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني، يعني عيانه يعني. مش انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه، نعنيين مع بعض يعني. تعالي تعالي تعالي. بس عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوه المولد يا حلاوه. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني. استني. ويعني ما تقعي، انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى، هعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك انا وانتي وعصمت جوه، انا وانتي انا وانتي وبس. انت تعمى قوي، سكره قوي.
هاي ازيك؟ هاي سكرة، هاي نونة. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جاية. لا لا طنشي طنشي، مفيش احلى من قعدة البلكون. عايز احكي لك حكاية الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عميل فظيعة. يا ايناس يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليها على اوضه نونا، في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي انا دكيناها. منى منى موني موني، قومي في حفله، في حفله قومي. بس يا ستي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن وجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا لا اصلته، لا اصل دي حفله خاصه، انتوا مش فاهمين ايه ده. انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين، مش فاهمين. انا و لا هو ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت عصمت نايمه كده تصحى. لا 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 يلا يلا ايه؟ يلا تلج ايه؟ يلا انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ اه ماشي كل حاجه. ولا اول مره اشوف ست بطريقه دي. خليكي 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 يا جماعه بقى، انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني، رايحه فين يا سكره؟ هروح اجيب الثلج. لا ازاي، استني الله، ما دي هتروح. تعالى طب استنوا استنوا استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى استنى احكي لك. رايح اجيب ثلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحم. ما اقصدش، انتي مش خايفه؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبيه على فكره، انتي مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه، انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم. انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه، انا اشتغلت مع ست فرق رجاله، مش عايزه اقول لك. انا عارفه الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد العشرة لعشرين لمية عشان ما اجريش وراه وابوس. انتي عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انتي بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيد عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، هو تديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقف اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفه يا عصمت، انا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنه، عشان كده هبتدي افكر. تفكري في ايه؟ زوج اسره. عرفتي ليه انا مبسوطه ان انا جايه الغردقه؟ وطبعا عايزه غني مش كده؟ مش مليونير، كفايه يكون عنده شقه عربيه شاليه. يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟ لا 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 بس على فكره ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقيه. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر.
انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضعوا. طول عمري كان نفسي ازور زنقة الستات، هجيت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبة بالثلج، بلاش اللعبة بالثلج. لا لعبة بالثلج لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجة، هقول لكم حاجة، بلاش تلعب بالثلج ونلعب لعبة البوز. يلا ويعني ما تيجي يا ماما. مدام نهاية زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده. اللي انت بتحلمي علشان مجال غردقه دول اشبال تحت التسعين. اقل واحد فيهم عنده 75 سنه. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفريه الابديه. وان واي تيكت. يمكن عندهم احفاد هنا. يمكن مفاتيح الاوضه. حد شاف جراب النضاره يا جماعه؟ النضاره دي انت كمان هاتي. ايناس وسمر. ايناس وسمر 116. مديحه ولبنى 417. مديحه ولبنى. سوسن وساره. سوسن يلا يلا ساره. منى وسكره. منى. عصمت ونونه. عصمت يلا يلا سكره يلا نونة. 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 تاخد رود وياره. اسم الله عليك. اسمحي لي بالشرف ده. معقولة ما يصحش كده يا سليمان؟ سليمان الساكت. وساكت ليه؟ ما انت بتتكلم اهو. لا ده انا اسمي كده على بعضه، سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات. اهلا وسهلا. وبالهانم اسمها ايه؟ هانم مين؟ انا اسمي نونة. اسمي جميل كله مزيكا. تحب المزيكا؟ احب الفن قوي. ابقى تعال احضر الحفله بتاعت فرقتنا ان شاء الله. بس ممكن اشيل عنك دي حاجه تقيله قوي. اتفضل. احبش اكسف رجاله ابدا في الشيل دي. طيب ورايا. استني انت كنت شايلها ازاي؟ ولو ان عيب ان الواحد يسال سؤال زي كده الواحده ست بيقابلها لاول مره. انما انت عمرك كام سنه؟ تديني كام؟ يعني 22 26 ما يزيدش عن كده ابدا. ايه النصاحة دي؟ وانت تديني كام؟ اديك اعدام. ها؟ قصدي من 35 ل 85. ايه الذكاء ده؟ على فكرة أنا أحب الفن والفنانات أوي.
والجيبات والشرابات. لا انا بكلمك بجد، دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات. انا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8. 7 8 اللي هو انت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر، بس ماما فاكره، وهي على فكره زعلانه مني ان انا بكرر الحكايه دي كتير. صراحة أمك عندها حق تزعل، ده أنت سمعة سيئة للرجالة. نونا نونا أنا عايز أتعشى معاك الليلة. أسفة مش فاضية، عندي حفلة، عندي شغل. يا روح قلبي، قصدي أنا بعد الشغل بتاعك نتعشى. أفكر. أنت بتلعبي مزيكا إيه؟ لا أنا ما بلعبش، أنا بنفخ. عايز الطلب. إيه ده؟ أنت بتخاني؟ لما أبقى عصبي، قصدي عصبية، ولما الاقي حد كمان بيضايقني. لا دي ماما تزعل مني خالص، دي ما بتحبش التدخين. بقول لك يا سليمان يا ساكت، لو سمحت لحد هنا بقى ونفترق. لا نفترق ده ازاي؟ ده احنا مش هنفترق طول العمر يا عليا. جرى يا راجل انت. انت الشنب دي مناخدني دراعك. سيبهم انا هشيلهم. انت يا ابني بتتفرج عليا، ما تيجي تشيل. خد اتنونه وعصمت. ها خد دول. اتفضل بقى حضرتك، وريني عرض كتافك. نونا نونا. ايه ده؟ نونا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت ساكت طول عمرك جاي تفضل معايا انا؟ انا اسف، انا ما قدرتش امسك نفسي. خلاص اتفضل بقى، مع السلامة. نونا نونا. إيه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في الفرقة دي. يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونا. يا جدع انت احترم نفسك. وحش. نونا كل دي ايدي يا نونا. تخيلي نفس الرقم الاوضه اللي نزلت فيه قبل كده، بس التانيه كانت في اسكندريه. فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقه. هو كان بيلعب ساكس برضه؟ امال هيلعب ايه؟ ولا يهمك، انت هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام، عرفت ازاي؟ الست بتحسي بالست اللي زيها؟ اوكي باي باي. ادخل. شنط التيه احطهم عندك لو سمحت، ودي كمان. هنايا يا عسل يا عسل. انت رقبتك فيها حاجه؟ رقبت مين؟ سوري، عايز بقشيش. ثانيه واحده. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمر. فقولي ايه يا حلو، انتي هتخلصي النهارده الساعه كام؟ ليه؟ انا عندي شغل بس ممكن اسوق عاد. يعني انت مش شايف ان انت صغير شويه على الحاجات دي؟ انت في سنه كام؟ سنتين مين وصغير مين؟ بتتكلمي في ايه؟ ايه ده ايه ده، انت هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هوليك البطاقه. بطاقه؟ ايه؟ يلا مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. ما احبش البت السهله ابدا، اموت في الواحده اللي تواخني تواخيني بقى. فقولت ايه؟ انت توسعي سمنتة النهارده وانا هجيب معايا المايه واتي. ها؟ ردت المايه في زورك. ظريفه. طيب قذر حب يتهجم عليا، فاكرني ست من اياهم. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسن. ايه ده بقى؟ ده منظر ست؟ ده بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت، بس برضه عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق، بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. انا زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل، عارف يعني ايه راجل؟ لازم نمشي، لازم نمشي. نمشي نروح فين؟ انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ. نروح فين؟ اي فرقه يا اخي؟ بقول لك ايه يا غبي، العجواني ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد.
بصراحة اللي احنا فيه ده قلة قيمة، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكلة يعني؟ مش احسن ما تشوف نفسك وانت بتشر دم؟ طب اخرتها ايه؟ طب مستعجل على ايه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل، بنشرب، بننزل على المية، بنشوف حريم، عايز ايه تاني؟ واخر الليلة بتاخد الوبايك بتاعك، عايز ايه تاني؟ ما تصحش عليا، انا فاهمك كويس قوي، انت لابت هنا عشان خاطر البنت سكارة، صح ولا لا؟ انا سكارة مش كده؟ ايوه انا شفتكم مع بعض في الاتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكارة دي زي اختي. اختك؟ خش في عيب، خش. قال اختك قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح عراقبك. في حد مخبط. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، يبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي قوي. لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيف. نونا عاصمك، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايو. صحيح، ده انا لا يمكن يبقى عندي مايو. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام. بس انا ممكن اتصرف. البحر النهارده يجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش، انا معايا كريم وهدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها، هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا. كنت بلعب عقلة. جسمك ضخم قوي من رمي الجلة. وايه التعويرة دي؟ لا دي واحدة رمت عليا قلة. ايه ده ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم. تمام يا كابتن. يلا يلا يا باسم. يلا يا كابتن. يلا يا باسم. يلا 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 بلاش لسه. اتأكدي يا نسا تكوني وقعتي ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعد أن تكتشف أنا مين، تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة بتعويضات مليون اتنين، يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. وفي إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة.
هتعمل ايه دي؟ احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا، بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مجلة، في جورنال، يعني اعلان عن تبرعات جماعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء، انا مش شايف منظر البحر، لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معاد الكوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك يخت؟ انا واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله، مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي، لو يهمك تعرفي اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي تعالي تعالي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار القبيل؟ قصدي البورصه. البورصه في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده، انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا، انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانه. ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطه، حسب الجو. انا جايه مع فرقه بنات. انتوا بقى فرقه البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه، احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصاخبه، لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكه زمان فيها طرب. وانا كمان، انا كمان متخرجه من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقه دي؟ لا طبعا، بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابيه بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربيه. ولا فرقه ام كلثوم؟ غريبه، احنا ما اتقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحده زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي، وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليله؟ شوف يا سكره، انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع. هعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي، السوسيس. ميرسي. سكر، انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام. يا نسا في حاجه؟ شوفي، كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرته. معقول يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا، لو سمحتي شويه شويه. حسبي يا نونا، هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه، تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد يخت اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي، احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتك. على كل حال انت معزوم على السهره الليله. هحاول. لا تحاول ايه، لازم تيجي يا حبوب. ها. وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها، يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقول لك يا سكره، هي ايه حكايه الواد ده؟ بقول لك ايه يا نونا، مالكيش دعوه بالواد ده. الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت، كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مره ما يتعصرش تاني. وبصراحه بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي صبر، استنى، انا عايز اكلي واقول لي اثبت بسرعه. انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه، قصدي عشان نلحق نقولها. يلا يلا.